Hi again, glad to be with you. We have another lecture, another lesson about Unit 1, Lesson 6, Activity Book, page 22, NDTB F, Section F. طبعاً هذا الموضوع، احنا شرحنا موضوع اليوز تو بصورة عامة فيديو منفصل، رجعنا شرحنا أيضاً الفرق بين الأصقص والكمباراتيف ذان وذ يوز تو، والقاعدة الثالثة المتعلقة باليوز تو هي السندنس أو سندنسز وذ يوز تو أند ذا present or past simple. إذا شلون نستخدم اليوز تو اللي هي تعرفون تعني انه شيء ما حدث في الماضي بصورة متكررة كروتين ماضي لكن انحصر بالماضي وانتهى وشرحناه احنا وقلنا دائما يجي وراها فعل مجرد لان هي تاخذ الزمن وجملة أخرى تجي وياها أما present مضارع بسيط والباص سمبل شنو يعني هذا المعنى؟ هذا ماماتي أنا من قريب بالنسبة هسه ناخذها على اليوز تو وذ present simple شلون اني اخلي جمله طبعا هي اوريدي تعرفون انه من اقول يوز تو اقول present simple معناها عندي راح يصير complex sentence يعني two sentences simple sentence in one complex sentence with of course conjunction اللي هو البط اذا راح تكون جمله مركبه متكونه من جملتين بيناتهم البط فهنا اني شلون هنا من اريد استخدم اليوز تو مع المضارع البسيط اقارن بين الاشياء اللي كنت افعلها بالماضي والاشياء اللي هسه لا يعني هسه ما يعني هاي الاشياء انه اكو مقارنه بين الماضي وبين الحاضر يعني ممكن اكو اشياء كنت احبها او افعلها او they are true in the past but they are not true now اذا وقتنا الحاضر ايش اسوي اني؟ وقبل شلون كنت اسوي؟ فهاي هي المقارنه. قبل ما ابدا هذا الموضوع لازم انا شلون اعرف المضارع البسيط؟ نعرف جمله المضارع البسيط. المضارع البسيط هو حدث متكرر يحكي عن خلينا نقول روتين، عن فات حقائق، عن ساينتفك فاتس، عن جوبس، عن ديسكربشن، وصف الاشياء، فهذا يستخدم ما الى فد زمن وانما regularly happen يعني فد عادات احنا معتادين عليها. فلذلك تجي وياها الادفيرب اوف فريكونسي، يعني انا من اعرف جمله المضارع البسيط، اعرف جمله المضارع البسيط من ظروف اللي هي sometime, every day, every month, ever, never, often, usually. اذا هي هاي الظروف اللي نسميها ظروف التكرار. ابدي اشتغل على القاعده اول مره. يعني مثلا انا اعطيتكم مثال هنا اول مره خليني اشوف القاعده شنو. اذا اجتني هيك جمله تشوفون هاي هيك جمله قايله لك they eat at home. But اذا تشوف اكو فعل هنا but now بتلاحظ اكو شيء هنا عندي but ولا عندي now. يعني هاي تدل على من؟ هاي دلاله على الحاضر يعني المضارع البسيط يعني المضارع البسيط زين و they have the meals outside اذا المقارنه كانوا قبل يا ياكلون بالبيت لكن هسه اغلب وجباتهم ياخذوها وين برا او بالمطعم الى اخره هيجي جمله انا شلون احلها او الجمله اللي وراها اضاف هنا بما انه انا عندي now أو وحدة من ظروف التكرار أشوف وحدة من ظروف إذا أما ناو أو وحدة من ظروف التكرار مرات ناو ووحدة من ظروف التكرار هم موجودين يعني سؤال طبعا هذا أنت ممكن إن شاء الله تحل هذا التمرين بعد ما تفهم تحل هذا التمرين أرجع أقول أبو فيديو كتابة وحل تمارين موجود زين أول جملة إيش أقول وأنا أخلي يوستو يوستو تكون بال بالجملة الأولى، إذا هاي هي الجملة الأولى تكون بها اليوز تو، هنا عندي فاعل زائد
راح تكون used to زائد طبعاً base طبعاً base verb. هاي الحالة المثبت زين. والنفي النفي راح تكون did not use to نفس الحالة زائد يعني فأسأل ما يجي بيش طريقة يعني هذول اثنين هم ياخذون البيس مجرد. هاي الجملة الأولى. الجملة الثانية ورا البات مقارنة بين بات هاي راح تكون مضارع بسيط يعني فعل نان فعل اللي عندي هاي راح تكون present simple. present simple شنو يعني present simple؟ مضارع بسيط يعني الفعل إذا قبله فاعل مفرد اللي هو singular subject راح ياخذ third person singular يعني ياخذ S الشخص الثالث خليه S. وإذا الفاعل plural subject plural يكون الفاعل جمع راح يكون الفعل كما هو مجرد إذا يكون الفعل مجرد يعني base verb زين. إذا إجاني لا إجا هاي نا تشوفون جاهزي إذا لا أحيانا يجيني فعل هيك not to do أو not to أي فعل عفوا هاي الحالة إيش أسوي إذا هيك جاني فعل نفس الحالة للمفرد الفاعل المفرد الفعل أخليه doesn't وهنا مجرد يرجع الفعل كما أما للجمع فاعل جمع فالفعل يكون don't طبعا هو قاعدة المضارع البسيط don't ومجرد أيضا مجرد زين. إذا عندي بي إذا أجتني بي فراح تتحول إلى إذا الفاعل I تصير أنا وإذا الفاعل مفرد تصير is وإذا الفاعل جمع تصير I. على هذا الأساس راح نبدي نحل جملتين بإذن الله ثانية. فنبدي أول شيء they eat at home but لهنا هاي الجملة شو اتفقنا عليها used to ما هو داعي تنزل الجملة كلها لا ممكن فقط الفعل بما أنه affirmative مثبت إذا نقول used to والفعل نفسه نزلته أو نفس الفعل نزل خليت كم أجينا بما أنه عندي now أو أي واحد من هذول they فاعل جمع فاعل جمع فالفاعل جمع الفعل كما هو ينزل مجرد فينزل الفعل كما هو مجرد إذا فاعل مفرد لا الفعل يأخذ S أو سير has مثلا بالنسبة لهذا الفعل. جملة أخرى she study well كانت تدرس هي زين بس أنشو هسه لا ملس من تدرس أحيانا بدأ تدرس إذا she study أقول used to study عليكم عندي sometime إذا ضمير ظرف إلمن للمضارع البسيط فلذلك راح أكيد آخذ وحدة من هاي القواعد. لاحظ الفاعل مفرد فاعل مفرد والفعل منفي ما دام بعرف فاعل مفرد والفعل منفي إذا بهاي الحالة إيش راح أخلي doesn't إذا راح يصير doesn't ونزل الفعل كما هو. هاي بالنسبة إلى طبعاً بالنسبة إلى المضارع البسيط طبعاً هاي تجي أيضاً هاي طريقة طريقة أخرى تجي choices اختيارات يعني أما يكون choice على used to أو يكون هنا يعني choices أو يكون حالة وحدة used to ويقول لك read correct the verb أو بالعكس حال هاي يقول لك use the correct form of used to استخدم used to. لا إذا ما عندي إذا بالنسبة للماضي البسيط مع الماضي البسيط أرجع أقول إنه الماضي البسيط هو حدث يحدث حدث بالماضي وانتهى an action that happened and ended in the past and we have some evidence of adverbs with this goes with this or go with this tense تجي ظروف مع الماضي البسيط اللي هي last ممكن last month last year ممكن كلمة last
yesterday البارحة أو كلمة ago مثلاً two days ago. وأيضاً أحياناً أشياء يدل على الماضي في مشاركة أشياء مرات تدل على الماضي بس غالباً هذول يجون. أيضاً جملة شلون راح أشتغل عليها نفس الحالة هم تتكون الجملة من كومبلكس من جملتين جملة أولى راح نستخدم بها used to والجملة الثانية راح نستخدم بها الباست أو نجي بالسبب أيضاً بيناتهم الوقت زين subject plus عندي هنا used to وعندي did not used to بالنفي did not use to وطبعاً أكيد base مجرد base verb فعل مجرد طبعاً بينما إذا الفعل يكون بين قوسين بينما هنا إذا not أو هيك يعني هاي بين زين البعض بس إنه ما عندي ناو يعني ما هو شيء اسمه ناو مو القاعدة إيش عن هاي صوت الإفادني أنوه إنه هاي إذا كانت هاي مقارنة بين الماضي والحاضر هاي مقارنة بين الماضي البعيد اللي هو يوستو وبين الماضي القريب قبل سنتين قبل كم سنة يعني يسمى ماضي قريب أوكي يعني mirror future sorry mirror past mirror past هسه أجي هنا وين أجي على هنا subject plus فاعل راح يكون هنا راح يكون عندي الفعل بين قوسين يجي بين قوسين راح يكون أما regular اللي هو اعتياد قياسي يعني أضيف لإيدي إضافة إيدي وإذا irregular إذا irregular غير قياسي يعني شاذ هذا شو أسوي له؟ هذا يكون طبعا أحفظ الحالة الثانية من عنده اللي هي irregular verb جدا مهمة مثلا مثال أجبنا مثلا start وصير started هنا مثلا go went مثلا اذا انا لازم هنا حفظ اذا عندي not اذا نفي not a verb هاي اذا جت مثبته اذا منفي ايش راح تكون not a verb راح تكون هنا ما عندي غير المثبت لاثنينهم يعني الاثنين هذول راح يكون did not او didn't did not هو الفعل المجرد base يعني فعل ينزل كما هو مجرد ونخلي did not زين اذا عندي بي البي راح تكون للمفرد was وللجمع were هذا خلينا نقول نخليه ببالنا زين نجي هنا كجمله I have a bicycle أنا كان عندي bicycle but someone still سرقه لكن أحد ما سرقه طبعا هذا regular steal it last week شو عندي هنا؟ دلالة شنو؟ ماضي ظرف ماضي دلالة إذا هم بستخدم هذا بينما هنا إذا دلالة حاضر اللي هي now أو sometimes أو واحدة من هذول أستخدم هاي القاعدة المضارعة البسيطة أجل I have a bicycle إذا مثبتة هاي مثبتة إذا استخدم ال used to ولازم أنزل الفعل have إذا لا هنا عندي عفو إذا نفي طبعا أكيد أستخدم didn't بس هنا عندي مثبتة أجي هنا وين someone steal it last week هنا ما يهمني مفرد أو جمع في الماضي بس إذا عندي steal فعل steal هو التصريف مالته steal stole stolen أنا افترض يا تصريف آخذ التصريف الثاني فأقول steal راح يصير stole ما في قاعد أنزل الجملة كلها فقط الفعل last week أتمنى طبعا أكون نوعا ما يعني وضحت استخدام used to مع الـ present simple والـ past simple وشلون تصريف شلون نشتغل بالجملة. اوكي؟ باي.